دكتور نور الدين زازا أديب وسياسي كردي ولد عام 1919 في قرية قريبة من ديار بكر في شمال كردستان، وهو سليل أسرة اشتهرت بالعراقة والوطنية. اضطرت عائلته للرحيل من ديارها هربا من البطش التركي بعد قمع ثورة سعيد بيران عام 1925، ووصل نور الدين إلى حلب وهو لا يزال صغيرا مع أخيه الأكبر دكتور نافذ. وفي هذه الأثناء أنهى نور الدين دراسته الثانوية وحاول الالتحاق بحركة التحرر الوطنية الكردية في العراق، غير أنه اعتقل من قبل السلطات العراقية وزج به في سجون الموصل وبغداد. وبعد إطلاق سراحه سافر إلى لبنان لإتمام دراسته الجامعية، وبعد نيله الشهادة الجامعية في بيروت سافر إلى سويسرا لإتمام دراسته العليا. وأثناء سنوات الدراسة في سويسرا ظل نور الدين زازا على اتصال بقضايا شعبه، وبذل جهودا كبيرة لإطلاع الرأي العام الأوروبي على قضية الشعب الكردي العادلة، كما كانت له هناك صداقات قوية مع ممثلي الشعوب الأخرى. وفي أوروبا أسس مع مجموعة من زملائه جمعية الطلبة الكرد عام 1949، وأصبح رئيسا لها وأصدر مجلة بعنوان صوت كردستان. وفي عام 1956 نال شهادة الدكتوراه في العلوم التربوية وعاد ثانية إلى سوريا لمواصلة نضاله. وفي عام 1957 شارك في تأسيس أول حزب سياسي كردي في سوريا باسم البارتي الديمقراطي الكردستاني سوريا، وأصبح رئيسا له. تم اعتقاله مع قيادة حزبه وأبرزهم أوسمان صبري المؤسس الفعلي للحزب عام 1960 من قبل سلطات الدولة الاتحادية سوريا ومصر، وأفرج عنهم في آب عام 1961. سوريا، cette petite communauté kurde de 500 000 habitants, il y a un plan de les déloger de leur région, de les déplacer de la frontière parce qu'ils sont en contact avec les Kurdes de Turquie. On veut les déplacer, il y a un plan, et ce plan a commencé maintenant à voir le jour. On veut les déplacer à l'intérieur, n'est-ce pas, à une trentaine de kilomètres de la frontière, leur donner des terres plus au sud. Ces gens-là, s'ils refusent, eh bien, on les menace. ترشح زازا للانتخابات البرلمانية عام 1961، ولكنه لم ينجح بسبب التزوير من قبل السلطات، وتم اعتقاله على أثرها. ثم خرج من السجن إلى لبنان، ثم اعتقل فيها أيضا، وعندما قرر العودة إلى سوريا اعتقل من جديد ونفي إلى محافظة السويداء السورية. وفي عام 1967 فر إلى تركيا، ولكن السلطات التركية طاردته، ولكنه تمكن من الفرار إلى سويسرا البلد الذي أكمل فيه دراسته العليا، وبقي هناك إلى آخر أيام حياته. لم يكن زازا مناضلا سياسيا وحسب، بل كان مثقفا كبيرا وكاتبا، حيث كتب مئات المقالات نشرت في صحف ومجلات مختلفة مثل هوار ورناهي وغيرها، كما قام بإعادة طبع ملحمة ممي آلان بالحروف اللاتينية بعد أن كتب مقدمة طويلة لها، وترجم رواية الراعي الكردي لمؤلفه عرب شمو من الفرنسية إلى الكردية، وذلك كي يتمكن الكرد من قراءته. وقد أولى دكتور نور الدين زازا اهتماماً كبيراً لمسألة تطوير اللغة الكردية، فقد جاء في ندائه إلى الكرد ما يلي: أيها الكرد، إذا كنتم لا تريدون التشتت والضياع فعليكم تعلم لغتكم وتعليمها، وإذا أردتم أن تعرفوا أنفسكم فسيروا باتجاه توطيد الصداقة والأخوة مع الشعوب الأخرى، وعيشوا بعز وكرامة، وتعلموا لغتكم وعلموها أبداً. لقد ربط دكتور نور الدين زازا مصيره بمصير شعبه، ووهب حياته لقضيته العادلة، فقد تعرض لمختلف أنواع الاضطهاد من سجن وتعذيب وتشريد ونفي، فكان خير مثال للشخصية المثقفة الوطنية. توفي دكتور نور الدين زازا في سويسرا عام 1988 ودفن هناك.